بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الفضلاء الكرام، كما قلنا عند فضل كل زمان تنتشر مجموعة من الأحاديث والمقالات والأقوال التي فيها المخالفات الشرعية. فمثلا هناك مقال بعنوان أو برودكاست أو إضافة بعنوان في الواتس وغيره، سأحج بقلبي، كم يسعد القلب أن نحج سويا هذه السنة بأرواحنا وقلوبنا لرب العالمين. ثم قال الإحرام ضبط اللسان عن فضول الكلام فلا تقول إلا خيرا، التلبية لبيك اللهم لبيك، الطواف عن المحتاجين من الأقارب والجيران، السعي في قضاء حوائج الناس، الوقوف بمنى، الوقوف بين يدي الله بركعتي قيام المبيت، سلامة الصدر والبياض دون أي بغضاء على أحد، الرمي ترك الصغائر، النحر الصدقة بالمال ونمر مع التحلل رد الأمانات لأصحابها. إذا لم يتيسر لك حج هذا العام فافعل هذا. نقول هذا كلام باطل جملة وتفصيلا وقياس في مقابل النص. وأنا يا إخواني أيها الفضلاء نحذر من مثل هذا، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا فيه من تصريح الأمور الشرعية وإبعاد الناس عنها حتى يتكرر ذلك الكلام فيتقرر، وقالوا ما تكرر تقرر. Repeat speech is stapled. فبذلك يتقرر عند الناس، يقول لك لا والله أنا حجيت بقلبي. أعظم الحج هو تلك المشاعر، أن تحرم تعقد نية النسك وتلبس الرداء والإزار وتنخلع من كل شيء وأن تطوف حول البيت الحرام وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تقف بمنى. نعم، ضبط اللسان، قضاء الحوائج، الوقوف بغيظة فرقتي قيام، سلامة الصدر، ترك الصغائر، صدقة المال، رد الأمانات، أعمال عظيمة وحظ الدين عليها جملة وتفصيلا وتصريحا وتقريرا قرآنا وسنة وعملا لسلف الأمة. لكن ليس بهذه الصورة أن أسطح شعيرة عظيمة مرة في العمر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنب كما ولدت أمه، بهذه الصورة. فنقول أيها الفضلاء الكرام انتبهوا لمثل هذه الأشياء، انتبهوا لمثل هذه الأشياء. فنسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التيسير والسداد والرشاد. ولا يقيس أحد هذا الكلام على كلام ابن رجب. ابن رجب لما قال من لم يستطع الوقوف بعرفة يقف عند حدود الله، ما قال مثل صاحبنا هذا قال سأحج بقلبي. شوف كلام السلف، كلام مهذب محترم لا افتراء فيه على الله عز وجل. قال المقدر انه يتيسر له الحج هذا العام، فلم يستطع الوقوف بعرفة يقف عند محارم الله، من لم يستطع لبث المزدلف فلبث على طاعة الله ليقربه إليه ويزدلف، ومن لم يقطع على ذبح هذه فليذبح هواه ليبلغ به المنى، ومن لم يستطع وصول البيت لأنه بيت فليأخذ رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الكلام المرتب، لكن مش مثل هذا الإحرام وجعلها في مكان والطواف وقلت على المحتجين. هذا الكلام قاله ابن رجب، لم يقله ابن رجب، والذي قال حتى ما استطاع أن يصل لبلاغة ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.